شقرتوني تعبتوني بغيل الرهاص جنمتوني عدوا لا ضيوفكم يسوى لا جنة من الريح يشعشع ابدا ما يبدع انا جار ونبقي ابدا ما نرخي من الريح باب ريح باب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على علي ويدخل على فاطمه في دارهم والله. وكان علي قد معه هذا ما جاء في الشريعه معناه انك ما غادي لك في شيء يا غير عادته كشرع انت يا غير احنا عادتنا تودي بعد لا شيء طيب ما في شيء لا في وقت احترام وهو ولا شيء هذه ضربه شوف لا تقول لي انه شيء والله مو كل يوم سمعت هين دكت ان دين دون فوف اه ما وعد شيء هذا شيء هو صار ما جاء في الشريعه يا ما ما فهمت ايه وانت وين هذا سيدي محمد عبد الله تاع سلام ايوه خلي ما راك شي يا عمر صب لي كاس حامي ان شاء الله راه ما كاين نقول شو هي قاعده تبدا صويح تجيني خليها عزيز عزيز يا طياركم انتم ما قال فائدتكم الا يجي واحد متقطونات فيد محمد ما رايتو هو لا جاو متقطونات ياك كاع هو عزيز ولا ما هو الله الكراع الكبار ولا انا ما كراع عزيز والله هذا كلمة مزود ما هو عزيز مان الله ما هو هاك يا شنو اتسمى ما لما اللي وذنيه كاع ما هم وذنين عزيز الكراع الكبير ان شاء الله ما هو كراع عزيز قطعا مريدين ما هو قاعد كيف نعوذ بالله كي حد يصلي في الصليت يصلي في رقاق يتمو قاعد يفكر قاعد وشاك انه عنده شركه ولا شيء شو يفكر يحسب يحسب شاك انه يحسب الفضل يتمو قاعد تحسب الا الاحلام يقول يا ابوي والله ما اديته لي انا شاك انه يعطيش ولا شو ابد روايه ما عرفت من مزود انه ناتيه هذا من الكتب مزود ما عرفت إيه عزيز ما هم سيد محمد ما هم باي قصه مزودتنا احنا هم متكاتشين هي ونخير واعد اسمه المبديه سمعوا الحمد لله ويكوا قاعد يعمل هاك ليدي الحمد لله على كل شوفه ذيك الشركه اللي تفكر انت فيها ذاك كامل اللي ما ادري ذاك الحمد لله قاعد اللي ذوك وحلمت على النور ف الله بعد انا نعرف ذي الروايه شنو اللي بدنا هنا تتاكي ما هم كرعين عزيز قطعا في الخاتم ما هو عنده قاع ولا شيء هاكت يا شو يقول يا ابوه يا الله يقول يا ابوه راه ولا يهز ايدي يهز ايديه ويهز كرعيه راسه والله هذه اللي ذاين الصغيره ما هي ذاين عزيز الدمجه الكبيره ما هي دمجه عزيز الدراءه ما هي دراءته والله بعد البيت قلت مزود ريانه هنا تدني نعرف هو منه هذا ما يصح سيدي محمد انا ما رايته عزيز ما رايته إجا هو ونبزلنا هنا تياه الله بعد الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هاني شو بعد الباقي الله الدنيا نعرف هو ينا لله يا ربي هذا الناد من معطفيل ينقل يعني الأخبار يا أخوتي ما قلت ما جيت تعبان
mani suma biyo doyo ma jamude e an kan ko go babam e kersindirata be ndogindirata li sukunya ni ndo drat sukunyi so na ci sar baba monta yeltudi suudu uddo kan ko so jodi me baba so jodi me hol kan ko wonta yeltudi suudu uddo ben jotta be jotta asay ma na dum akhbar ay ma gatt shiftu ga min ko minaje ga min na ci andu no musi musi amay mi ta ko do ko wonde sey lab ga be ndoro defa be ndiye be bayni was won wala be ndiye be ndiye be match an khalilallah be ndoro be ndarde ataay e kalde sey afan nga hak tabi wala nga hak sojja ko parce que li ci turo sama jekkal muna ko way sama papa e sey lam umme horema umme horema de kam e dafa upp lu upp aussi toy day turo li sax wa nga tshiftu nana allah da man li dal mom heewi daf ma jaxal ya rabbi alafi corona الدنيا متمق كلها متقفطن عليه الباس بصلة ما بيشيلهم ولا نجيب هلا أخير تشحلك طق شنو أنا بالله لا البلا لي لا بالله فلا طال تشحلك إيش حزلي بيدا إيش شخصية وإيش حالك أنا قد سلمت لي عادي ما عادي ركعت الشخصية أنا ما أجبرتكم قاعدين هاد كن جبرو إيش تعني إذا كنت واحد سيد محمد ما رأيته أنت ما رأيته معك لي جبرنا أنا سام تخليته لا قال أنا كنت واحد بيا عندي شمل امور شغله ولا بروجيات الياسين فهم الحمد لله راجل ونقطع ونرجع هذا قد شفت من هالشيء ما وش عندي انا ظل تطلب لي انات لا 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 شو لا افكاري لا انك الشخصيه اللي قابلتها لا الحق وش ما سبات شو ما ستاروني ما قال لكم شيء ما استر ها انت بعد مشاش ما قال لكم شيء هو سؤالك والمهم انا مولاني الدراع عزيز اللي زين الدراع زين خلاص معقول قول لي ودي البروجي الواحد فيهم شنو ما تنقادك لا لا صار الدوله يقدر ينقاد هو قول لي انت درع ما قلت عليها لي يا زين علي انا منك وحيده ما قلنا عليها مالك ما قلنا عليها لك لا تعرفنا درعت زي ما تحكي معني انا وهي ما قلنا عليها لك وراني مولي ماشي لا يستحى ما هي قدك انا درعتي ما هي قدك انا مالي راجل الحمد لله راجل كبير وانت طفيل صغير رجال الكبار دراري هم اللي قد الرجال الكبار وتك ما تقولوا لا دراري هم اللي اها درعتك هذه كبيره وزينه ما شاء الله وطويله وانا قد ما هي قدك انا قصر منك انت مالي طويل انت طويل ايش ثاني هذه هذه دي مصنوع علي انا اي سميه جديد انا عمري جديد دي صافا تسا تسا انت ما قال لي تعطي فيها الهوقيه انا مالي نعرفها الهوقيه لا الهوقيه هذه الدنيا ما لقيت من تبي المهم قول لي حال ايش حال الطفله وايش حال الدار وايش حال الناس كامل تميتني اذا هو يمناد من مع الطفيله متمزود لي هنا تناوي بالله نقرب يتصلوا الا تاكي هون نقرب يتصلوا لي يقلع ابوه يعمل هاك الصبح اوكي رجع يصلي يصلي قاعد رجعت من فهم عاد يعمل لي هاك يفكر قاعد وش كذا ما مخالي من فهم عاد يحسب لي الفضه يعمل هاك من فهم وسالي بيصير باي يقلع ابوه قاعد زوي وكراء وكبر مولانا تبارك الله تبارك الله عليه لا ولا ضر مسكين لا يدقدق كراء وذني قطعا مهم وذني كنت يا خير قاع العافيه اللي خرست وقاع وقلعت عن وجهه ذن الشين قاع الا يا اخوي الا ما عرفت قاع بس حيل اعطيته قاع انت المهم او بعطوا يا الخليق ويا الخليق شنو وش تو وش الخليق بيناتكم ما اخليق بيناتنا شي الا اللي انكشحت عن وجهه توفاتي عرفت انه الراجل اللي مع الطفيله وهربت عنه وهربت عنه وقاع رجاج نسيب رجاج ما يجي يتمزود له نقص له ما غادي يجي شنو غير انت وراتكم تقولوا صحاب وتداخلوا وتروحوا يا مرات اخبارنا من اصحاب انا ما له من انت ونستحى منه اخبار من وعود حدا المهم مرحبا راني نمشي نستحم السلام عليكم سابت السحم اعطيني الدراع ما ادري ايش نستحم ماشي نستحم انا بقي صرت قاعد اسوي لك لين خلي قاعدنا تدخل لك الدوش ما جيت فاتح انا هاك اللي تدير الصابون وتسحم هاك دور تشوف صرت اقدر نعطي له فيك الروان استحم لك يا جبار الله ليه تخبط نحن ندور نستحمو لك ما تستحمي تاك لا تذكر لي يدوش ليه باغي تاخذ لك الروان تاك من قد الدبا قلت له مالك تاك عاد داخل يدوش ما داير خويا قاعد الوقت نسابو علاش دور ندخل يدوش ودور ندخل الصاله يعني انت بعد بلا نسيب ولا يعني نقول لك سميه انا بدا نستحمو عملكم ما تستحموا برا انت الله 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 هذا الخاطر تاع الزيزه راه تيتفرمل زي الشاب يا اخوتي الله بعد ما عزيز هو يستغفر يستغفر راقد ويصلي راقد ما قد شفته قاعد مع الخط ايه امكار الصقاع اطلع من الصقاع يرجع يسبح انت تصلي راقد يقدر يكون يفكر راقد امي خلاص انت خليك بقاعد